يعني هذه اللقاءات يمكن وضعها في المسار الدبلوماسي الذي يسبق العاصفة، لأنه كما تذكر تحدثنا معك في هذا البرنامج بأن إبريل القادم بداية الربيع سيكون مفصلي في الحرب في أوكرانيا، ما بين الذهاب إلى طاولة المفاوضات أو الذهاب إلى تصعيد العمليات العسكرية وسيناريو الحرب المفتوحة بدلا من العملية العسكرية بالتعريف العسكري الروسي. وهذه المبادرة الصينية وهذه اللقاءات الدبلوماسية المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا من دون أي وسيط للمرة الأولى منذ بداية الحرب هي مهمة للغاية، تقول بأن هناك الكثير مما يتم الحديث عنه حتى وإن لم يعلن. يعني من غير المعقول أن بلينكين طلب لقاء لافروف ليطالبه بإنهاء الحرب، لأن هذه بديهيات. أعتقد بأن الوزيرين تحدثوا في المسارات المطلوبة من كل طرف من أجل الذهاب إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية. المبادرة الصينية، ترحيب زيلينسكي الذي كان مفاجئ نوعا ما خلاف الموقف الأمريكي، الأوروبيين الذين يسعون أيضا إلى الدبلوماسية، بالإضافة إلى هذه اللقاءات المباشرة قد تقودنا إلى إطلاق عملية سياسية أو عملية دبلوماسية ووقف العمليات القتالية، أو على الأقل عدم اندلاع اشتباك عسكري كبير في بداية الربيع القادم. ولكن لازال الطريق صعب للغاية، لأنه المحادثات هي على كل المسارات، لا تتعلق فقط في أوكرانيا، بل تتعلق في أوكرانيا، تتعلق في تمدد الناتو، تتعلق في السويد وفنلندا، وأيضا تتعلق في التوتر الأمريكي الروسي المباشر. لأنه من الجيد الآن أن روسيا والولايات المتحدة بدأوا بالحديث بشكل مباشر، أي أن المسألة ليست أوكرانيا ولا الناتو ولا الاتحاد الأوروبي، بل المسألة هي هذا الصراع الذي يجب أن يحسم بين